صباح الخير كليان ديالنا، نتمنى تكونوا بلا خير وعلى خير. اليوم جبنا لكم عاوتاني لا بروموسيون بحال اللي كنا دوزنا، شفنا فيها الوينه الوينه جداد. الهوته الهوته كليان الهوته حسين، ديما الهوته اخويا. واش يلبس؟ قرب عندنا قرب. انا حبيبي عشاق الاناق، مبرا حرير شي حاجه غزاله وانيقه مع ثلجه ديال الحرير، حاجه طوب. كنا درنا هاد لابروموسيون، لقات واحد الاقبال وواحد الطلب رهيب وبزاف وشي حاجه طوب. ثلجه 3 متر على متر ونص، والمبرا 3 متر على متر ونص. هاد الخطره حاولنا نركزوا على محبوب الجماهير اللون الاسود. طلبوا لينا الكليان بزاف، صوبنا لهم باكات، رغمنا لهم اللوينات وخداوهم صحتكم وراحتكم. ولكن الناس اللي ما شافوهمش في التصوير حاولنا نركزوا لكم على اللوانات اللي ما دوزناش ديك المره. وعاوتاني واحد التشكيله غزاله وحلوه وانيقه، ونتمناو تنال الاعجاب ديالكم. الوغ كيف العاده اللون الاول غنحلوه نطلقو ونشوف الكونسيبت ديالو كيفاش كيجي. انا نجيبو لك تال عندك. الثلجه ديال الحرير في لاموسكين مع المبرا ديال الحرير، شي حاجه غزاله وانيقه. شوف معايا الكحل كيفاش جماري، شي اول كحل غيبان لك هنا غالب. لا لا باينه. والثمن راه هو السي حسين، الثمن 500 درهم. 500 درهم. الناس اغلبيه تواصلوا معنا قال لك كديروا لي بخومو، ما كنشوفوا لا فيديو معطل. انت دابا اللي كتفرج يا مدام ديري ابوني، فعلي الجرس باش غير تحط لا فيديو تكوني من الاوائل اللي كتشوفيهم، وتكوموندي وتلبسي مع راساتك. حنا قلنا هاد الشيء البروموسيون غنبقاو مستمرين فيها حتى الناس كليان ديالنا كلشي يلبس من هاد التليجه ان شاء الله. الوغ باقا واحد الكميه محدوده، تشكيله غزاله والوان طب 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 طب. اللي عجبتها شي حاجه تكابتوري تاخذ نبيره من صندوق الوصف اولا من اول كومونتير ودير لا كوموند ديالها. التوصيل في كازا كنديرو لا ليفغيزون خارج كازا مع الامانه، الثمن راه 50 درهم مابقاش 60 درهم، يعني سواء خديتي جوج ولا ثلاثه ولا اربعه الثمن كيبقى هو هو. الو دابا نشوفو اللوينات ان شاء الله. هذا اللون الاول اسود، حاولنا نحلوه باش نشوفو الكونسيبت ديال الباك كيفاش كيجي. دابا غادي ندوزو لكم اللوينات ان شاء الله. شوف معايا هذا واحد الصومون كلاخ مع صومون مغلوق مع ديغرادي ديالو، شي حاجه غزاله وانيقه بحال وجهه. واللي عجبتها شي حاجه ضروري تخلي لنا عليها شي كومونتير، اللي ما عجبتهاش شي حاجه حتى هي تخلي لنا عليها شي كومونتير باش كومسا نصحو منها. شوف معايا هاد اللوينات كيفاش جاو. شوف اللوينات يا سي حسين اخويا، بلا ما نهضروا عليهم ياك قول لي اللوينات شاكرين راسي. شفنا قصتك هذا الصباح هذا اخويا، ما ناقص والو. الحمد لله كما العاده. الحمد لله قول لي كيف العاده. ديما كما العاده تعودت علينا حنا، راه موجودين. الله هذا اللوين الثاني الصومو، حاول كي قلت لك في الفيديو بديه ديالو حاول نركزوا على اللوانات اللي ما دوزناش ديك المره، باش هذه المره كومونداب شي لون ما لقاتوش ما تقلقش علينا، تكوموندي في لون اخر. كتسبق ليا ديما اللوينات يا حسين، تتحرق لينا المراحل اسي. لا لا قولي تبغي تبرع الكليان. لا تمتعوهم في اللوينات اخويا. تمتع ليا مع راساتكم متع لينا الكليان، حنا راه هادشي اللي بغينا. بغينا كلشي يستافد وبغينا كلشي يلبس من هاد التليجه هادي. حاولوا ندرنا في هاد الباك وبقى واحد الاقبال وبقى واحد الطلب رهيب وبزاف. شوف معنا اللوينات. سويدنا اللوينات الكليان. اغلبية الكلية كتكون عندها الصورة ما واضحاش في التليفون ولا في التلفازة ديالها. الوغ تواصلي معنا، خذي نبرة من صندوق الوصف تواصلي ونصيفطو لك اللوينات اللي تخيلي مع راساتك. مبرة بالحرير صالحة للطرز، خياطة ديرها جلابة ديرها قفطان ديرها لبسة، خيطي كيف ما ريحك خاطرك. كي تنقولو ديما ابدعي ابدعي بدعي بدعي، ديري شي حاجة بذوقك ومتميزة وبصحتك وراحتك. يعني اللي دركها وخدات من هاد الوقت بصحتها، اللي ما دركهاش غتاخد في ما احسن ان شاء الله. ضروري ديما جيل جديد وديما ديما الهوته. ولفنا الكليان على الهوته. شوف معنا عاوتاني انا كليانات احباباتي العشاق الاناقه. انا حبيبي لون تي السفله الثمن 500 درهم. الثمن 500 درهم، ثمن غزال وانيق. تليجه راه بوحدها معروفه في السوق كدير 700 800 درهم. صراحه ثمن مشجع. حنا درنا لهم بجوج 500 درهم، شي على شي وكلشي يلبس ان شاء الله.
كليون اللي ديجا خدو من هاد لي بوك توصلوا بهم. ما تنساوش خليو لنا دي كومونتير زوينين باش تشجعونا الناس اللي تقداو. كي تنقولوا دابا انت دابا اللي كتفرجي بارطاجي مع اختك مع جارتك مع صاحبتك او هاد الاسبوع 500 درهم ماشي ضروري تقداي خدي غير فكره ولكن بارطاجي مع خواتاتك مع صحاباتك ضروري غادي تعجبهم شي حاجه اكيد تقدر تكون عاشقه مبرو وتعجبها الثلاجه تخباتها ديرها لبسه وتزيدها تحتيه اولا تكون باغا الثلاجه تصيفط منها فشي لبيسه والمبرة تخليها ديرها قفيطين ولا شي جليل بغزاله انا عاوتاني شوف معنا هاد اللوين هذا هاد لجون راه شويه محمر على الاخر علاش درنا هذا شويه فلاشي حيت فينا ارضيه بلون كاسي وبغينا نهرسوا لهذاك لو غوفلي ديالها بهاد الصفيفر اللي هو لومينور ضاوي شيه الا حكرتي معايا في الدفينه راه داخل في هاد اللوين فراش نركزوا على نفس المارياج ديال لو غوز بوغدو لي كولور ديال ديما حاولنا نديروا هاد لا كولور فلاشي ها هي راه داخله في الدفينه يعني الا درتي لها الغابي في الخياطه راه تخرجها في نظره اخرى وتعطيها لبسه اخرى بشكل اخر تقدر هاد اللوانيت اللي داخلين مع لو جون تدخلهم في هاد المبرة وانت مطلع شي حاجه غزاله وانيقه طرزيها ولا ديري التنبات بالعقيق رشها بالحجيرات ودخلي اللوينات بغيتي ديرها بالبغودغي دابا الخياطه راه ما لا نهايه هذا علاش حنا كنقولوا لكلياناتي حباباتي خالاتي ابدعي بدعي 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 في لافاسون بدعي شوف معايا هاد المارياج هذا لفيغ ايمغول مع هاد الفيو غوز شي حاجه غزاله وقولي لنا انت كيجاوك اللوينات وكيجاوك المارياج احنا المارياج راه ما ندويوش عليه عطينا رايك انت عطينا سمعنا شنو عندك كيما الطوب طوب طوب كيما العاده كيما العاده شوف معايا المارياج هذا كي جاك المارياج حنا المارياج ملي كنحطو حتى كيعجبنا حنا الاولين بعدا كنتشاوروا ولكن بعدا نقتنعوا به عاد عاد كنحطو الحمد لله مشكورين في الفكره الحمد لله كاين الفكره تشيني هذا واش غيجي مع هذا تنتفقوا عليه عاد كنحطو للكليان ديالنا معايا عاوتاني هذا اللون ها هو مرشوش في الدفينه كاين ها هو مرشوش لوين غزال الى ماريتي وبدعتي بشي موديل غزال ان شاء الله تلبسي شي حاجه راقيه اللي ما عمرها دازت وكي تنقولوا ديما حنا بغيناك ان شاء الله تلبسي في محسن ما احسن ان شاء الله المتراج للتذكير 3 متر على متر ونص بحال الفوق بحال التحت يعني ابدعي انا نسطيك باللوانة تاعك اخويا دول ضمور انا حبيبي انا كلياناتي حباباتي انا تقولوا ناسينكم والله ما ناسينكم بالله وللتذكير ماشي اللوانات هاد اللوينات اللي دوزنا اليوم ماشي هما اللي كانوا دازوا حتى شي لون بحال الاخر كانوا شي جوج ولا ثلاثه الالوان اللي معاودين ولكن بالدفين بدلين كنحضر حاولنا نركزوا على الالوان اللي ما دازوش ديك المره دازنا اللوينات باستيل سيان سومون غوز بلون كاسي كري اصلا هذوك اللوان اللي كانوا راه مشاو راه بقى فيهم غير شي جوج بياسات ثلاثه بياسات اللي بقاو من هذوك اللوان اللي دوزنا اه هذوك دازوا اللي خداهم صحتهم وراحتهم او الراحه ونفس الكونسيبت الا خديتي جوج نعطيك كادو دو بياس هادي نسيتيها هادي نسينات يلا باش نشجعوك تقدا يلا خديتي دو باك ديال المبرة انا نعطيوك دو بياس ديال الحرير جاكار كادو من عند اتواب جيجي باش ما تقوليش اتواب جيجي بخلاء حنا اوفياء وعزيز علينا الجود والكرم هاي هذا السي حسين لبسو ليها شيك على كولور ديالها شوف معايا اللوين هذا نطلق لك الزواقه تشوفها سير الله شوف فلوري تاع هي تناسق لا للمناقشه يعني البيسه غزاله وانيقه ما كرهناش نخيطها لكم من هنا تمشي لابسه ان شاء الله من هنا الفرح العراضة لكلشي كما قالت واحد السيدة قالت لك نجي عندكم تا تما ولبسوني وخليني نجي والله يجي نلبسوك اختي والله جي مرحبا بك هنا نكتب هنا نتكلفوا ليكم نخيطوا ليكم نديروا لكم كلشي انا عاوتاني نفس الكونسيبت هذا الغوزانتين شاف مع الغوز فيشي حاجه غزاله وانيقه طوب 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 والثمن 500 درهم 500 درهم فقط 3 متر على 3 متر على متر ونص اللي جا مع اتواب جيجي غتلبسها ان شاء الله شوف معايا البلو مارين جاديك غادي مع الكريسولي لعشاق الاناقه وكتبغي الهمه والشان
شنو المباراة د الحرير كيفاش دايره؟ شوف المباراة د الحرير كيفاش دايره؟ المباراة شاكرا راسها. انا عاوتاني تناسق رائع، بغيتي تخدمي بليت تخدمي بماكينة، غير هي المباراة د الحرير تنصحك ديما خدمي بليت ما ترزيش بماكينة، حيت الحاجة ديال الحرير تتكون في خاجين، تتبغي الخدمة نقية، خدمة المعلم. باش تطلعي شي حاجة غزالة وموديرن وما تضيعيش التوب ديالك، وانا تلبسي فيه شي حاجة غزالة اللي تريحك وتعجبك، كي تنقولو ديما تلبسي في ما أحسن إن شاء الله. أنا عاوتاني شوف معايا اللوين عاوتاني، أنا قلت لك هاد الخطرة حاولنا نركزو على اللوينات باستيل. أنا حبيبي أنا السي حسين، تعنا خويا ما تعنا خويا انا حبيبي كي جاك هاد اللوينات صراحه. ان شاء الله في ميمتو ولا ان شاء الله في نسيبتو كومو ديال شي باك وصيفطو لها فرحها نقول نسيبي الله يرضي عليه ياك عزيز هادشي اللي كاين. بغيتي كاع تهلا فيها صيفط لها عندنا نخيطو لها مرحبا نقول لك الله يرضي عليك اولدي عرفتي اش تختار ليا؟ لا شحال من سيد الله يرضي شحال من كليان كيتواصل معنا وكيقول لك اختار ليا وشوف ليا انت انا بغيتها غير كادو بغيتها والحمد لله كنختاروا لي حاجه زوينه وكتشرفوا كيديها هو فرحان هذا هو المضمون اخويا. شحال واحد شرا الدهاز من عندنا لعروستو وعجبوها له السلعه وجاو ناسو نسابو داكشي وجاو وراهم المحل ولاو كيتكليان ديالنا ولاو كيتقداو عندنا انا راه كنديروا السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين انا عرفت الوينات مر علي الكليان السي حسين انا كلياناتي حبيبتي خالاتي مر علي راسك 500 درهم فقط والله الا فرصه هذه هوته هوته من الهوته اللي قاصد الهوته 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 ما فيهاش شي رباح ولكن الرباح هو وجوه علاش حيت هوته حنا بغينا الشعار كلشي دينا قرار قلنا بغينا كاع الكليان ديالنا يلبسوا بغينا يلبسوا وفعلا ان شاء الله كلشي غادي يلبسوا عطينا خويا عطينا امتعنا تمتع عليا مع راسك خويا لين فرصة لا تعاود والحياة فرص هذه فرصة لا تعاود هذه بروموسيون ديال التليجة مع المبرة هذه دوزيام ايبيزود فيها كنا قلنا للكليان الى عجبتكم الفكره وعجبكم التناسق خليونا دي كومونتير بارطاجوا لكم جزء اخر وفعلا خلاو دي كومونتير وقال لك بارطاج علينا برعنا حنا اللي خارج كازا تبرعوا معكم تنشوفوا اللوينات الغربه اللوينات واعرين التناسق رائع هادشي اللي خلانا نعاودوا نبارطاجوا حاجه اخرى ونروموا لوان اخرين ونديروا فكره اخرى انا حبيبي صحتك وراحتك الكريميك 500 درهم ما تنسايش الجيم والبارطاج جيم 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 والبارطاج واللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه اللي ما خداتش تاخذ ما احسن ان شاء الله نستودعكم الله صباحكم بروبر السلام عليكم.